واحمد السيد قدامهم ثلاثه، وليد مصطفى، محمد شكري، زياد طارق خلف راس الحرب الوحيد هو الصريح اللاعب فهد جمعه. بينما اتلعبت على القائم الاول بكعب القدم، عدت مرت التغطيه، وادي التصويبه، تصدي رائع من الحارس. حزنا على او علامه من علامات واشارات الحزن على شهداء النادي الاهلي. وادي اتلعبت، وادي رايه وصفاره. محمد شكري، شكري يلعب ويعلق العرضيه، لكن الراسيه مش موجوده من الياس خارج الملعب، ركله المرمى. فريق يرجع مره ثانيه. احمد السيد مشي، عدى، انطلق احمد السيد يا ولد. العرضيه الزياد يلعب عرضيه، ارضيه مش معديه التغطيه الدفاعيه. الياس مكمل، اخذ القرار، يعلق، يلعب عرضيه مره ثانيه، لكن تدخل مع حارس المرمى، صافره محمد علاء هاشم، ركله. طول عادل زياد، لكن يقطع فهد، فهد ومع زياد، فهد وزياد، فهد لم فهد يلعب عرضيه يا ولد يا ولد يا ولد. شكري، شكري، لكن مش وقف، ما وقفش على رجليه شكري. تابع احداث اللقاء الكابتن زكريا ناصر عضو لجنه التخطيط. شكري عدى، مر، فات، حط راجل، استنى، ممكن ان رامي الصديقه، لكن لخارج الملعب، لخارج الملعب، وركله ركنيه للنادي الاهلي. يلعب ويعلق يا ولد يا ولد، جول 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 جول، جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق الفهد، فهد جمعه، هدف اول للنادي الاهلي. لكن الكابتن احمد عبد الظاهر قال له يا شكري العب عند البلن، العبها بالمقاس المتخصص محمد شكري، وضربه الراس القويه من الفهد، فهد جمعه يضع هدف اول للنادي الاهلي. اتلعبت الركله الحره الجميله من محمد شكري في ارتفاع اكثر من رائع، ويوزع النادي الاهلي عن طريق زياد، يلمس زياد في اتجاه محمد شكري يا ولد على الكعب، يا ولد يا زياد، يعلق يا والسلام. فهد، السندة قوية قوي يا فهد، فهد فهد فهد، حط راجل، مش ممكن مش ممكن، فرصة هدف تاني ضائع من النادي الاهلي. الخطورة والشراسة الهجومية، يرجع ويمرر يا ولد يا ولد. اتلعب الجميلة، محمد شكري قدامه مساحة، شكري شكري يلعبها بوش رجله، جول، لكن يا ولد يا ولد، حط يا راجل، مش ممكن. يرجع مرة تانية زياد، لم زياد وسط اثنين، عدى عدى وانطلق زياد، يلعبها في المرمى، وادي النيران الصديقة، جول 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 جول، جوه جول، هدف تاني للنادي الاهلي، والنيران الصديقة، وهدف زياد طارق يلعبها ويكملها في المرمى، اللاعب رقم 26 محمد رجب، محمد رجب، وهدف تاني للنادي الاهلي. والاستريتشنج عن طريق الملعب والفنتات واللمسات والوانتو ما بين اللاعبين. وادي وليد، وليد وليد، وادي مره ثانيه زياد طارق عايز يسرق الكل على القائم الاول. ادي مره ثانيه، ادي اللي بقول لحضراتكم عليه، الضغط العالي، مانو، يا سلام، زياد، زياد طارق، المهاره، القدم اليسرى المهاريه يا ولد، اتشالت، حط راجل، لكن سهله للحارس احمد ابراهيم، هيلعب على الركنيه، اتلعبت على القائم الاول، رد مرة تانية، لكن شوبير، شوبير، زياد، الياس، لزياد، الياس، الياس، يلعب عرضية، حط يا فهد، مش ممكن، مرة تانية، مرة تانية وثالثة ورابعة بيعملها لعيب النادي الاهلي، جميلة. الاهلي في العمق، اتلعبت لعبد الجليل، عبد الجليل يركنها، عبد الجليل، لكن سهلة، حط رجله فيها عادل، يعني فقط مصطفى شوبير. وصافره نهايه احداث شوط اللقاء الاول، يطلقها محمد علاء هاشم، 21 لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 99. شوط اول انتهى بتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. شوبير والتحضير، يلعبها طويله، طوليه اماميه، يلمس النادي الاهلي، الياس، الياس، عدى، انطلق ع الياس، لكن احمد ابراهيم، سلام يا احمد، هو محمود، عرض الملعب، التمريره لعبد الرحمن، عبد الرحمن عايز يصوب ويسدد، لكن سهله في تشوبير، يضغط اللاعب عبد الجليل، عبد الجليل، اتلعبت، عبد الرحمن خدها من تحت لفوق يا راجل، خدها من تحت لفوق عبد الرحمن، وخارج الملعب ركل. وليد انطلق، وليد عدى، وليد مر، وليد فات، وليد لعب العرضيه والجول، لكن مش ممكن، مش ممكن من فهد جمعه.
لعبك ليس رقم 27 ومع المدير الاداري كابتن احمد عبد الله عيد. زياد يا ولد على الانطلاق، يا ولد على الاختراق، يا ولد على التصويبه والتصدي الرائع من احمد ابراهيم. بيسو بيسو يعلق، يلعب العرضيه لو طبت رجعت مره ثانيه ياسين محمد، مره ثانيه وادي محمد عدت فهد جمعه. يا راجل المرمى مفتوح امامك، هو نشن واصوب وسدد على جسد الحارس، عدت شوبير شوبير حكم اللقاء احتسب ركله حره للنادي الاهلي. زياد اتقطعت، فهد يلعبها لزياد طارق، سندت يا ولد يا ولد. زياد زياد حكم اللقاء قال له قوم ما فيهاش اي حاجه، فهد وشه للمرمى رايح. مصطفى فوزي مصطفى فوزي روح يا مصطفى، عدى مصطفى راح 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 مصطفى فوزي. قتال ولكن اتقطعت طويله من عدلي عند مجدي عوض. مجدي محطه هجوميه قويه لم تستغل في نادي الجونه. قرب تاني يا عمر يصوب ويسدد لكن شوبير، السلام يا شوبير، سكة على مرتين شوبير. وليد لإلياس، إلياس على العرضية الرأسية، اركب الكورة يا راجل اركب. إلياس يعلق عرضية جميل، لا يا راجل لا مالكش حق، لا مالكش حق يا راجل، مش ممكن يا مصطفى. مانو مانو اتلعبت في اتجاه ابراهيم، يا ولد يا ولد يا ولد، لكن يا سلام يا احمد يا ابراهيم. طلع وليد بيسو بيسو يلعبها لمصطفى فوزي فوزي فوزي، عرضيه عرضيه عدت مرت. الياس حط يا راجل حط يا راجل، لكن تصويبه لخارج الملعب، تصويبه سواء امام فريق الانتاج ونادي مصر وادي التصويبه، لكن شوبير يمسك شوبير يمسك كورته شوبير مرة تانية. وادي صافرة نهاية أحداث اللقاء يطلقها محمد علاء هاشم حكم اللقاء بفوز النادي الأهلي على فريق الجونة بهدف